وكذلك حفظك الله أيضا من خارج هذه البلاد، يقول: إذا كان هذا المال المكتسب قد اكتسب عن طريق بيع المخدرات، فماذا يصنع به بعد التوبة؟ تخلص منه، يضع في المحتاجين، على أنه تخلص لا على أنه دين، على أنه صدقة. نعم، شرط أن يتوب، شرط أن يتوب وينتهي. أما أنه يقول أبا رابي واللي يجيني من الربا بتصدق، هذا ما يجوز. لكن عنده مال من الربا ثم تاب وندم، تخلص منه بوضعه في مشاريع نافعة أو يعطيه فقراء. نعم، لكن المسجد لا، ما يطبه هذا. نعم.